السليماني كان يعتقد بأنه ليس فقط هو منسق مع العراق، ربما كان يعتقد بأنه هو مسؤول عن جزء في العراق ومسؤول عن العراق، وبالتالي يدخل متى يشاء ويخرج متى يشاء. هجوم هذه الفصائل وقياداتها على الدكتور هشام داود هو جزء من شعورها بأن رصيدها الشعبي يتآكل وأن رموزها يتآكلون. البوح الذي قام به هشام داود هو بوح معظم العراقيين، معظم النخبة العراقية، معظم المفكرين العراقيين الذين يقولون كان القتيل قاسم سليماني بمثابة شخص انقلابي يحاول مصادرة الدولة العراقية والتعامل كآمر ناهم فيها. أخطر ما في القضية من وجهة نظري هو هذا الإرهاب الرمزي الذي يمارس بحق كل من لديه وجهة نظر مختلفة تجاه الشخصيتين الإشكاليتين سليماني وأبي مهدي المهندس. نحن للأسف أمام ظاهرة خطيرة في المجتمع العراقي، ظاهرة يحاول فيها طرف فرض قيمه وثقافته ورموزه على بقية شرائح المجتمع العراقي عبر الابتزاز والتهديد والتخويف إلى ما غير ذلك.